في عندنا برضو حاجه ريليتد للدوز بقى، احنا كل الكلام ده بنتكلم على الايمج كواليتي. طب احنا عايزين نعرف دلوقتي اذا كان الدوز اللي احنا بنستعملها عشان نجنريت الصوره، هل هي يعني في عندنا مكنه بتاخد يعني دوز اقل او تعمل دوز اقل، ومكنه ثانيه بتعمل دوز اكتر، ولا ايه بالظبط؟ فاحنا بيسكلي بنقيس الدوز للبيشنت اللي بيابزورب الايه؟ يعني الابزورب اللي هو الاكس راي اللي احنا محتاجينها عشان نعمل بيها سكاننج للسلايس. لا ديفينيشن كده، مش مشكله ديفينيشن ان احنا نركز فيه قوي. يعني بيسكلي احنا بنتكلم على ان احنا الدوز اوف اكس دي، دوز اوف زي بتاعتنا، هي الديستريبيوشن along ذا زي اكسس للدوز ديستريبيوشن بتاعنا في الفانتوم اللي احنا بنعمل بيه تيستنج. وبنتكلم على ان احنا مشينا دلوقتي السكانر بتاعنا او السنسور بتاعنا من زي 1 لزي 2، يعني من مكان لمكان تاني، وبقيس الدوز بتاعتي بتساوي كام، على اساس ان انا بعمل حاجه اكني بعمل افريج كده في السبيس، بحيث ان انا اقيس الافريج يعني دوز كده في الايه، في الاماكن المختلفه اللي ممكن اعمل فيها سكيلينج. طبعا احنا بنتكلم على ان الدوز دي حاجه مهمه جدا، لان احنا بالنسبه لنا السي تي طبعا عشان بنعمل سكاننج كتير، بنعمل اكسبوجرز كتير، فالدوز بتاعت البيشنت بتبقى في غايه الاهميه، والمكان اللي بيبقى السي تي دوز اندكس بتاعه اقل بيبقى طبعا لو بريفرنس عند البيشنتس الاول وعند الاطباء بعد كده، لان هو فعليا بيبقى سيفر بالنسبه للبيشنت.